بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون حرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حر على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. والنهارده لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، ونشاط الرياح ببعض المناطق مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهارده من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن يعني نتعرض لها على مدار اليوم، خصوصا أن في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. هل ده هيدخلنا في موجة حارة جاية؟ هو بالفعل احنا مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه في معظم انحاء الجمهوريه، والتحسن اللي بنلاحظه خلال فترات النهار او خلال فترات الليل، وتحديدا كمان في فتره الساعات الليل المتاخره او فتره الصباح الباكر، يمكن الاوقات دي هي اللي بنحس فيها بالاعتدال بشكل كامل في الاحوال الجويه. لكن فترات النهار تحديدا وفتره الظهيره مع شده الاشعاع الشمسي هيكون في ارتفاع طفيف في قيم درجات الحراره عن امس بحوالي درجه، متوقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 ل 35 درجة مئوية، مع وجود نسب رطوبة في الجو خلال فترة النهار هنحسها لو تكون يعني 38 أو 37 درجة مئوية، لكن ما زلنا في الأجواء الحارة الرطبة خلال فترة النهار. طيب هي رطوبة مكملة معانا لحد فين يا دكتور؟ هي الرطوبة مكملة معانا على مدار شهر 9. هي رطوبة في العموم هي بتبقى موجودة في جميع الفصول، لكن في عوامل كتيرة بتخلينا ما نحسش بوجود نسب رطوبة، زي أهمها نشاط رياح. لو في نشاط رياح في أي فصل من الفصول أو في أي يوم من الأيام، بيكون نشاط رياح بيقلل إحساس الناس بنسب الرطوبة. وجود المنخفضات الجوية بشكل كبير في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على توزيع الرطوبة في عمود الهواء وتحولها إلى بخار مية وتكثف للسحب المنخفضة والمتوسطة، فما بنحسش بيها بالشكل الكبير. لكن على الاقل خلينا نتكلم احساسنا بوجود نسب رطوبه مكمل معانا خلال الايام المقبله، يمكن لحد غدا ان شاء الله الاربعاء، لان احنا من غدا هنبدا نتاثر بكتل هوائيه صحراويه. الكتل الهوائيه الصحراويه بتكون منخفضه في نسب الرطوبه، فمش هنحس بنسب الرطوبه لكن هنبدا نحس بارتفاع درجات الحراره. غدا ان شاء الله متوقع بدايه ارتفاع في درجات الحراره، هيكون ملحوظ اكثر يوم الخميس والجمعه، يمكن دولت هيكونوا ذروه ارتفاع في درجات الحراره، لان متوقع العظمى على القاهره الكبرى توصل ل 38 درجه مئويه في الظل، هنحسها لو تكون 40 درجه مئويه بسبب يعني ان في شده الاشعاع الشمسي او وجود نسب رطوبه في الجو. فبالتالي اجواء شديده الحراره فتره النهار في معظم انحاء الجمهوريه، ده متوقع من غدا الاربعاء. لكن لسه النهارده الاجواء بصفه عامه هي اجواء مستقره، حراره رطبه على المناطق الشماليه، شديده الحراره على المناطق الجنوبيه فترات النهار. فترات الليل طبعا مع غياب اشعه الشمس بيحصل انخفاض في درجات الحراره، لكن بنلاحظه اكثر في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، اجواء معتدله تماما في معظم انحاء الجمهوريه وخاصه في المناطق الشماليه، كمان مع وجود نشاط نسبي للرياح خاصه خلال اليوم على السواحل الشماليه للبلاد، ده هيقلل احساسهم بنسب الرطوبه، فبالتالي هيساعد على تلطيف الاجواء بشكل كبير. ما زلنا بنتاثر بالمنخفض الجوي اللي في طبقات الجو العليا، فبالتالي في فرص لوجود السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، فيعني في فرص لسقوط الأمطار، لكن هي فرص ضعيفة، الأمطار خفيفة على بعض الأماكن من مطروح والسلوم، ونأكد أن هي مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. وزي ما قلنا في الأول في ارتفاع في درجات الحرارة من غدا إن شاء الله هنلاحظه، وهيستمر معانا حتى مطلع الأسبوع القادم، يعني لحد يوم السبت والحد مستمرين في ارتفاع درجات الحرارة. هنبدأ عظم على القاهرة الكبرى من غدا إن شاء الله 36 درجة مئوية، ذروة الارتفاعات الخميس والجمعة، وهيستمر معانا كمان السبت والحد. فمهم جدا بقدر الامكان ما ننساش ان احنا ما زلنا في فصل الصيف. فصل الصيف ينتهي رسميا 22 سبتمبر، يمكن ان شاء الله مع بدايات الخريف نبدا نحس ان نسب الرطوبه الموجوده في الجو بدات تقل، نحس ان في اعتدال في الاجواء او تحسن في درجات الحراره. فبالتالي مهم جدا ناخد بالنا ونتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره، لان انا لو موجود في الشارع مع اشعه الشمس هحس بارتفاع في درجات الحراره. فمهم جدا بقدر الامكان نحتمي اماكن ظل، يكون معانا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحمي
الحميه من اشعه الشمس المباشره، بالاضافه كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم. مهم كمان ان احنا نتواجد في اماكن جيده التهويه ونتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، لان احنا في فتره انتقاليه بيحصل فيها التقلبات الجويه الحاده والسريعه ما بين فصل الصيف وفصل الخريف، فمهم جدا المتابعه اليوميه للنشرات الجويه. اشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 35 والصغرى 26، العاصمه الاداريه 36 25، اسكندريه 34 24، العالمين الجديده 33 23، مطروح 31 23، دمياط 33 25، بورسعيد 33 25، الاسماعيليه 36 23، السويس العظمى فيها 36 والصغرى 24، العريش 34 24، كاترينا 31 17، طابة 33 26، حلايب 35 30، شلاتين 39 31، شرم الشيخ 38 28، الغردقة 38 28، الفيوم العظمى فيها 37 والصغرى 23، بني سويف 37 23، الوادي الجديد 41 25، أسيوط 38 22، سوهاج 39 25، قنا 40 26، الأقصر 40 27، وأخيرا أسوان العظمى فيها 41 والصغرى 28. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لمنى وشاذلي نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لمنى.